حزبية ببلادنا شارك قرابة 500 شاب وشابة في فعاليات الملتقى التواصلي لاتحادية حزب التجمع الوطني الأحرار بمقاطعة سيد عثمان مولاي رشيد بالدار البيضاء. الملتقى نظم تحت شعار شباب ونساء مناضلون في خدمة الوطن. بوشعيب العماري ومحمد محرش. اختتام الأيام التواصلية السابعة لاتحادية حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى منطقة مولاي رشيد سيد عثمان طرحت الحصيلة كما الأفاق وفي مقدمتها كيفية إقناع الشباب ليس من باب الترفيه السياسي وإنما كضرورة تمليها ظروف الوطن الداخلية والمحيط الإقليمي. هذا نموذج من النماذج اللي كنعتبره إيجابي انطلاقا الدور اللي الحزب مفروض عليه داخل الدستور الجديد وما يحمله من مسؤولية في تأطير المواطن وفي تأطير الشباب. بالنسبة للأحزاب السياسية نفس المبادرة كنقوم بها بالنسبة للمرأة والنساء بشكل عام. هو مشروع يراد له أن يكون بعيدا عن الهاجس الانتخابي وصراع الأجيال داخل الحزب وإنما يطمح إلى الجمع بين حكمة رجالة السياسة وحماسة الشباب. نتمنى أننا نجحوا في تتبع هذه العملية. تعرفوا أن المسار بقي صعيب، نحن في البداية استخدمنا شباب اقتنعوا بالتجربة، شعارنا أن المحافظة على الثوابت الوطنية نقتسي من المشاركة السياسية في حزب تجمع الأحرار، وهذا شعارنا وهذا نهجنا أننا في تطهير الشباب. أسئلة عديدة طرحها الشباب المشارك ضمن فعاليات هذه الأيام من قبيل ماذا بعد هذا المشروع؟ الاستعداد لإنجاح هذا التحدي كان جواب الحزب لأن تحدي الاستمرارية أكبر بكثير من تحدي البداية.